السلام عليكم خواتنا العزيز، مرحبا بكم عند فيفا سيرفيس فرندا. اليوم عندنا هذا الكليو 5 تي سي او، جات عندنا بريمي فيدونج تاعها، هذا اول فيدونج بنديروه. اليوم ما غاديش نحكوا على نوعيه الزيت ولا على السيارات ولا على، بغينا نحكوا على المشكل تاع السيارات في الجزائر. كل السيارات اللي راهم يجونا موان 3 يعني اللي جايه من المانيا ولا من فرنسا ولا من اسبانيا، يعني لاحظنا فيهم واحد الحاجه، كل قطع الغيار تاعهم ميد ان موروكو، يعني المغرب راه يصنع السيارات ويصدرها من اوروبا ومن اوروبا نشروهم حنا. يعني حتى فيتراويل فيتراير فيترا غازوال حنا نجبدوهم نصيبو بريمي فيتر تاعها الاول مخدوم في المغرب. وغادي نوري لكم هذا المثال، هذا فيتراويل كليو 5 تي سي ها ميد ان موروكو. يعني علاش حنايا دينا عندنا المشكل تاع السيارات، مازلنا حاصلين بدراهمك ما تشري سيارة، وفي المقابل جينا سيارات مستوردة من المغرب عن طريق أوروبا ولا الاتحاد الأوروبي. هذا مشكل كبير وربي يدير خير إن شاء الله. المهم غادي نوريكم لي فيترا الفيترا غاز وكل شيء راه يدخلنا مصنع في المغرب. وعندكم تعليق ومرحبا بكم، وأي حاجة مرحبا، بارك الله فيكم. السؤال المطروح هنايا هو علاش كيتعتبر انه مشكل كبير؟ حيت كيجيوكم سيارات او قطع غيار مصنوع بالمملكه المغربيه، هذا كيتعتبر مشكل كبير. الرئيس ديالكم راه كذب عليكم واحد الكذبه، واحد النهار قال لكم لا حنا كنفخوا على الروايد كنديروا على الريح في السياره، حيت فعلا راه خرجت ليه بلا ما يحس، قال لك كيوصلونا سيارات مصنوعين بالمملكه المغربيه وهذا يعتبر مشكل كبير. علاش كيتعتبر مشكل كبير؟ لانه مصنوع في المغرب. حيت كون ما كانش القلب مريض عندهم كان يطرح التساؤل علاش ما تكونش العلاقه بيننا وبين المغرب مزيانه، في عوض ان المغرب يبيع السيارات ديالو اوروبا وحنا نشريوهم من عند اوروبا بثمن زايد، تكون العلاقات مزيانه ونشريوهم من المغرب بثمن مزيان وبلا ما يستافدوا معنا الدول الاوروبيه في هذه العمليه. في عوض يمشي حتى لدوله اوروبيه وحنا نشريو من دوله اوروبيه، تبيعوا لنا المغرب مباشره وما نعطيوش عمله زايده لشي دوله اوروبيه. ولكن لان القلب مريض قال لك راه حنا كنشريو سيارات مصنوعين بالمملكه المغربيه وقطع غيار مصنوع بالمملكه المغربيه وهذا يعتبر مشكل كبير. لا حول ولا قوة الا بالله. والاشكال راه ماشي غيرنا، الاشكال راه حتى في الخضر في الفواكه في العديد من الاشياء، هذاك الشيء اللي كيستوردوه سواء من اسبانيا ولا فرنسا راه كامل منتوجات مغربيه، كيحاولوا يزيدوا غير تيكي بانه مصنوع في ذاك البلاد ديالهم وكيبيعوه بثمن زايد في عوض انهم كانوا يشريوه من عندنا بثمن معقول. وكيف ما قلت هذا الشيء راه في العديد من الاشياء. سبق لنا شفنا واحد الفيديو ديال واحد الجزائري كيتسائل كيفاش اقمصه ديال المنتخب الجزائري كيتصنعوا بالمغرب ماد ان موروكو كاينه في الظهر ديال القميص. هذا تريكو تاع لاجيري عندك بجوج نجمات، لانسين تاع هنايا تاع الجزائر، شو لانسين تاع لاكاف منو، لانسين تاع لاكاف منو، بس ما تفرقاش بينه وبين الاوريجينال. عندك خوتي فاين ماد ان موروكو، انت ليبرا ما تخدمهاش، تضل عليا تكومونتي تبوسوا لي الدين الاخر، خدموا خدموا وهضروا الناس غتخدم خوتي. ومن ناحيه قطع غيار ديال السيارات كيف ما نشوفوا في هذا الفيديو مصنوعين بالمملكه المغربيه وهما كيشريوهم من فرنسا بثمن زايد. السلام عليكم ليكيب، ليكيب معكم داسيا ارجيلي توجور كالعاده مع خونا مح. ليكيب عندكم لهنا كارتوش، لا تسوني على لي كارتوش تاع داسيا سونديرو ستيبوي تاع دي اس ال وتاع الكليو 4 تاع جي تي لاين. هم ليك لي كارتوش، كارتوش في لوريجينال توجور في الرونو هاي ليك بالكابل تاعها. دوستر ثاني في الدوستر ثاني هاي ليك، هذا البوشون تاعها هاي ليك من فوق هاي ليك، هاي ليك فلوري جينا هاي بالقرافي تاعها. الكارثه هنا شنو هي؟ الكارطونه داسيا الجيري ولكن المحتوى ديالها مصنوع بالمملكه المغربيه، هذاك الشيء اللي خاوي مصايبن هما داسيا الجيري، ولكن المحتوى اللي مفيد والقطع الغيار اللي مهم مصنوع بالمملكه المغربيه، انفخنا فيه على الريح وبعنا له. وكيف ما قال داك خونا في الاول هذا مشكل كبير، علاش؟ لانه مصنوع بالمملكه المغربيه. ونزيدك معلومه يا اخي الكرغولي وبحث عليها مزيان، ما كاينش شي طائره كطير في السماء حاليا ما فيهاش شي قطعه مصنوعه بالمملكه المغربيه، اي طائره كطير حاليا بالسماء الا وكتلقى فيها قطعه مصنوعه بالمملكه المغربيه. وبحث على راسك بهذه المعلومه واللهم زيد وبارك للمملكه المغربيه. مع العلم انني كنعرفهم بانهم سنوات طويله هما باغين يطيحونا ويشدوا بلاصتنا في صناعه السيارات، كيف ما نشوفوا في هذا الفيديو اللي عنده واحد السنوات قبل ما يجي عمي عبد المجيد رجل الزهره كيتسائلوا كيفاش يتغلبوا على المغرب في صناعه السيارات
وتخيل غير العنوان اللي دايرن للحلقه اللي كيتكلموا فيها، متى تزيح الجزائر المغرب من عرش صناعه السيارات في افريقيا. ماشي كيفاش شحنا نمشيو على الاستراتيجيه اللي مشات عليها المغرب ونجحات فيها المغرب ونحققوا ارقام اكثر من اللي حققها المغرب. هي المنافسه مزيانه ولكن لا هما متى تزيح بغني يحيدوك انت ويبقاو هما. ما كاينش ندير بحالك ونعاندك وننافسك ونمشي في المسار اللي مشيتي فيه، لا، متى تزيح ما تبقاش حبيبي كدور تما. انزل حبيبي من عرش صناعه السيارات في افريقيا ونولي انا. وكيفاش انت جايب واحد النيه خبيثه وباغي ربي يسهل عليك؟ راه كيقول لك عاند وما تحسدش. اي من حقك تنافس، من حقك انت تاخذ واحد استراتيجيه، من حقك انك قاعد تعلم من المسار اللي خداه المغرب كيفاش بدا وفين الحق، ولكن انت جايب نيه خبيثه. متى تزيح الجزائر المغرب من عرش صناعه السيارات في افريقيا؟ نسمعوا شنو كانوا قالوا في ذاك الوقت وكيف ما قلت هذا الفيديو هذا قبل ما يجي عمي عبد المجيد رجل الزهرة. خلينا نتحدث الان عن المغرب. يعني المغرب اليوم توجه الى تصنيع كامل، يعني كامل يعني بالنسبه لشركه رونو، يعني المنتج رونو. اليوم لو نتحدث المغرب، ماذا تتوفر عند او ماذا يتوفر عند المغرب ولا يتوفر عند الجزائر، خصيصا وان الرقعه الجغرافيه للجزائر مساحتها كبيرة جدا، يعني نسبة الإدماج في المغرب يعني مرتفع جدا، في الجزائر مثل ما تحدثت الآن قريب منعدم. ماذا يتوفر في المغرب الشقيق ولا يتوفر في الجزائر؟ نعم، أولا أن في المغرب أو في العديد من البلدان الأخرى لا يمكن نقول بأنه تصنيع كامل، لأنه عملية تركيب، لأن الآن الاندستري دو لوطوموبيل الماركات متخصصة في أمرين هامين، هو لا ريشيرش اي ديفلوبمون ولو مارك. اما كل العمليات الاخرى فان يقوم عمليه تجميع او تكيب بلدان التي يكون فيها عوامل الانتاج ضعيفه او تكلفه الانتاج ضعيفه. اذا المغرب بكل بساطه تكلفه انتاجه احسن بكثير من تكلفه الانتاج في الجزائر. هذا الامر اللي خلى علامتين، مش 20 علامه كما هو عليه الحال في الجزائر، علامتين يدرسوا بطريقه جدية من أجل إقامة مصانع للتركيب. أولا طاقتها كبيرة، لأن حنا للأسف طاقات الإنتاج للمصانع الموجودة في الجزائر كأقصى حد أحسنها هو 50 أو 60 ألف مركبة سنويا، بينما لو قارناها بمثيلتها في المغرب هو حوالي 400 ألف مركبة. هذا الشيء اللي خلينا نشوفه بان كل الدراسات الجديه تقول بان لو سي دو رونتابيليتي باش يكون عندك مصنع جدي لازم تكون طاقاته الانتاجيه على الاقل 200 ألف. بالتالي نشوفه بان الماركات التي استثمرت في المغرب نتيجه وجود محيط يشجع، ديزانفراستركتور بورتوير مؤهله لاستقطاب المواد الاوليه وايضا لتصدير المواد المنتجة اللي هي تنتج بتكلفة ضعيفة. لا كاليفيكاسيون تاع العامل في المغرب كاليفيكاسيون أحسن بكثير من الموجودة في الجزائر. نعم. من ناحية العملية مش من ناحية الأوراق والدبلومات. ثالثا لا ديسيبلين اي لا فورتي دو ترافاي لا ستابيليتي تاع العمل موجودة في المغرب غير موجودة. والآن فيها أمر آخر، عدم الاستقرار التشريعي والقانوني المرتبط بهذه الأمور وكل البيروقراطية والرشوة والمشاكل الواقعية التي تشوب عملية الاستثمار تجعل من المغرب أحسن استقطاب واكثر استقطاب من تحت. ايها ودخالي، وشنو وقع من هذا الفيديو هذا لدابا؟ شنو وقع؟ اللي وقع هو ان المغرب شاف الطريق ديالو باش يوصل للهدف اللي كان سطرو، وهو انه يوصل لمليون سياره سنويه. لكن في الجزائر هذوك جوج مصانع اللي كانوا سدوا للاسف، وفي الاخر ضحك عليهم عمي عبد المجيد بديك الشركه ديال الفياط الايطاليه واللي تبين ان ما كاين منها والو، وهي كانت فقط استراتيجيه من ايطاليا للفوز بصفقات ديال البترول والغاز. وهذا هو الفرق بين دوله يسيرها الرجال ودوله يسيرها العجزه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كيف العاده ما تنساوش لايك ولنا الراي ديالكم في التعليقات. الناس مازال ما مشتركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.